ثم وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم أحداث ألجأته إلى الكتابة، وأشهرها أنه صلى الله عليه وسلم خرج في السنة السادسة إلى مكة لا يريد إلا البيت معتمرا، ومعه قرابة 1400 من أصحابه، فصدتهم قريش عن البيت ومع النبي صلى الله عليه وسلم الهدي، والله يقول والهدي معكوفا أن يبلغ محله ومحله البيت، لكن قريش منعت نبينا عليه السلام أن يدخل مكة، حتى آل الأمر إلى أن قريشا بعثت سهيل بن عمرو قبل أن يسلم رضي الله عنه، فلما أقبل تفاءل النبي صلى الله عليه وسلم باسمه وقال هذا سهيل بن عمرو سهل الله أمركم، أو قال كلمة نحوها. ثم تفاوضوا بعد أن تكلم سهيل كلاما طويلا، ثم اتفقوا على كتابة الصلح، فأمر نبينا صلى الله عليه وسلم وكان لا يكتب علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أن يكتب، فقال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فقال سهيل أما الرحمن فلا أدري ما هو، لكن اكتب كما كنت تكتب من قبل، أي قبل البعثة، باسمك اللهم. وهنا لا نستطيع أن نكمل حتى نقف ننيخ المطايا. الهداية بيد من؟ أجيبوا، بيد الله. هذا الآن يقال له اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، يقول أما الرحمن ما أدري ما هو، اكتب باسمك اللهم، ثم يسلم بعد ذلك. ثم يموت النبي صلى الله عليه وسلم وتكون مكة تريد أن ترتد، فيقوم خطيبا ويقول يا معشر قريش يا أهل مكة إنكم آخر من أسلم فلا تكونوا أول من ارتد، فتثبت قريش وأهل مكة على الدين بفضل خطبته. ثم يهاجر إلى الشام مجاهدا هو وزوجته وأبناؤه وبناته، ثم يأتي طاعون الشام فيموت هو وزوجته وأبناؤه وبناته كلهم شهداء من طاعون عمواس الذي أتى الشام في عام 18 تقريبا من الهجرة في زمن أمير المؤمنين عمر، ويموت هو وأهل بيته كلهم ولا يترك عقبا ولا ذرية، يموتون كلهم، وهو قبلها بأعوام يقول أما الرحمن فلا أدري ما هو. فينبغي على ذلك أمرا، أولا أن تخشى على نفسك أن تسلب الإسلام، فإن الله لما ذكر الصالحين قال عنهم أنهم يقولون ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وكلما خاف الإنسان أن يزيغ يثبته الله، وكلما كان الإنسان عياذا بالله جريئا ذا عجب بصلاته بصيامه بعبادته يخشى عليه. والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. والأمر الآخر، لا تيأس من أحد تراه بعيدا عن الدين، فإنك لا تدري بما يختم الله عز وجل له، ولا تشمت بأحد كائنا من كان، ولا تشمت بأحد كائنا من كان، وإنما سل الله الهداية واحمد الله على المعافاة إن رأيت مبتلاً.